بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الدرس بتاعنا النهاردة إن شاء الله على العلاقات المعمارية مع بعض. هنا مبنى مدخل بتاع مبنى خدمي زي ما حضراتكم شايفين كده. العلاقة ما بين الأرض، أرضية هنا خرسانة ممسوسة زي ما حضراتكم شايفين كده، ثم بطلع ببوردورة ده من هنا، ثم انترلوك ده الرصيف بتاعنا، ثم مدخل المبنى الإنشائي المبنى المعماري دوت. أدي حضرتك الرخام، ثم الالوميتال باشمهندس هيشرح لنا العلاقه ما بين الالوميتال وما بين الحائط السافيتو او بعد ما تبيض المحاره والنجاره بتاعتنا عشان يطلع الشكل الجميل ده. العلاقه بين الالومنتال والحائط، الالومنتال زي مثلا لو الالومنتال فتحه الباب متر ونص بنعمله متر 51، نسيب نص سنتي يمين ونص سنتي شمال، نرجع بعد ما الباب الالومنتال يركب والتقويات بتاعته تخلص بنقفله بالسيلنت عازل للميه، بيتعمل له ووتر تيست بحيث ما يعديش ميه لجوه. ده فايده النص اختبار مياه، اختبار مياه عشان ما يعديش ميه. ده النص سنتي اللي احنا بنسيبه بالالومنتال. لو باب حديد زي ده بنسيب الباب حديد ما بيتأممش اساسا، بعد ما الباب يركب بيتصب، بيتعمل له فتحه من فوق ويتصب جراوت بين الحلق شمال ويمين. لو باب خشب زي الباب اللي جوه ده ما بيتأممش اساسا وبيركب، بعد ما يركب الحلق بيتحشي فوم. العلاقه بين الحائط وبين الحلق بتاع الباب. برضو لو جينا طلعنا الجزئيه اللي فوق دي، دي تجليده خشب، وتحت اللي شايل التجليده الخشب دي عباره عن شاسيه حديد محمل 2 مللي بيعمل ماتشنج بين السافيتو نفس اللون قريب من اللون ولون الخشب البني البني فاتح ده. نفس الكلام برضو لو رجعنا على الشباك ده من اوله لاخره، دي تجليده عشان السوكه بتاعه الجنب ما تبقاش شكلها كده، فدي تجليده خشب بنفس برضو قريب من نفس لون السافيتو. ولو نزلنا ننزل تحت كده، دي مشايه خرسانه فير فيس عباره عن باركنج للعربيات. نيجي نطلع شويه، مشايه افراد، الفرق بين المشايه اللي فوق والمشاية اللي تحت 15 سنتي، عبارة عن سلمة ما تزيدش عن 15 سنتي. نطلع فوق شوية هنلاقي ده سفل حجر كاترين سبليت فيس أو وش جبل. نطلع برضو فوق معمول عليه كوبنج رخام امبريال، علاقته مع السافيتو بالمنظر ده، ما يبقاش في أي حاجة ولا شروخ ولا حاجات عاملة سوكة ولا أي حاجة. لو طلعنا قدام شويه كده، الباركنج عاملين له صرف عباره عن جريلا، والجريلا دي تاخد الميه الزياده او ميه غسيل العربيات وتطلع بيها على الصرف الخط المين اللي بره. نطلع برضو قدام علاقه الخرسانه الفيرفيس مع الانترلوك، علاقه بالشكل ده، الخرسانه الاول وبعد كده بيتغلق عليها الانترلوك، بنعمل انترلوك اعلى نص سنتي عشان الانترلوك بيريح والخرسانه بتريحش. شكرا. مع حضراتكم المهندس الاستشاري شؤون العفيفي من مدينه سانت كاترين، وصلى اللهم على محمد وعلى ال محمد.